السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أبطال الشجعان، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناتكم يا ذي لك طفلي. اليوم إن شاء الله غنكملوا قصة من قصص الأنبياء اللي كنا قبل، يعني عودناهم، ومع قصة جديدة اللي هي قصة هود عليه السلام. هود عليه السلام واحد النبي كان تعيش مع قبيلة سميتها عاد، وهذه القبيلة مذكورة في القرآن الكريم. هذه القبيلة الله نعم عليها بزاف ديال الخيرات، بزاف ديال الخيرات اللي نعم الله بها. كان عطيهم الأرض خصبة، يعني غنية، تتعطيهم التمر بزاف، تتعطيهم الفواكه، تتعطيهم الزرع، كانت عامرة بالبساتين، يعني دايما فيها المياه، فيها الأنهار، فيها العيون، يعني كانت واحد الأرض اللي جميلة بزاف، وكانت تعطيهم الخيرات اللي ما تشي قبيلة ما كان عندها نفس الخيرات ديالها. وكان الله سبحانه وتعالى كان نعم عليهم حتى بالأجسام ديالهم، يعني الجسم ديالهم كان قوي بزاف، وكانت عندهم الصحة. وكان تعيش معهم واحد النبي سميتو هود عليه السلام. هذا هود عليه السلام كان إنسان طيب، كان إنسان خلوق، كان تيتكلم مزيان، كان عنده العقل، وكان تيهضر بواحد الطريقة زوينة بالآداب وباللين. داكشي علاش كان سميتو هود، لأن جاية الكلمة ديالو من الهود، يعني أنه كان تيتكلم بواحد اللطافة، وكان تيتكلم بواحد يعني بشوية. والله سبحانه وتعالى اختاره لأنه كان تيعبد الله بوحديته، وكان يسمع الكلام الله، وما كانش يعبد الاصنام. ولكن القبيله ديال عاد رغم ان هاد الخيرات اللي كان الله عاطيهم بزاف، ما كانوش يردوا هذاك الخير باش انهم يعبدوا الله بوحديته، لا، كانوا تسمحوا الاصنام وتسمحوا الالهه، يقولوا بان هذا هو الله ديالنا. كل انسان كان تيدير واحد الصنم وتيساجدو وتينقشو وتيقول هذا هو الله ديالي، تيعبدو وتيقدسو. علاش هما تيديروا هادشي كله؟ تيقولوا بان هاد الالهه هي اللي عطيهم الخير، هي اللي عطيهم هاد النعم، هي اللي عطيهم الصحه، هي اللي ستعطيهم كل هاد الخيرات، وهي اللي تتبعد عليهم حتى الشر، يعني تتبعد عليهم كاع الحاجه الخايبه، هي اللي تتبعدها عليهم. فهود عليه السلام جاء لأن الله هو اللي كلفه باش يمشي لهاد القبيلة ديال عاد، ويقول لهم راه خاصكم تحيدوا على داكشي اللي تديروا، راه هو خايب، ما خاصكمش تعبدوا الأصنام، ما خاصكمش تسمعوا الكلام ديال شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى. قال لهم خاصكم هي تخدموا العقل ديالكم شي شويه، وتعرفوا بانكم راه غاديين في واحد الطريق خطا. واش الاصنام درتوها من الحجر؟ درتوها يعني نتوما اللي ساكتوها وما تتهضر، ما تتكلم، ما تسمع، يعني ما تتحرك؟ واش هي غادي دير الخير حتى راسها باش غادي دير لكم نتوما؟ واش هي يمكن لها انها تمنع الشر عليها باش غادي تمنعوا عليكم؟ قال لهم راه نتوما غاديين في واحد الطريق اللي الله غادي يغضب عليكم. راه الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقكم، هو اللي عطاكم النعم الكثيره، هو اللي حياكم، هو اللي خلقكم، هو اللي غادي يموتكم من حيت غادي يجي الاجل. ولكن هما ما سمعوش الكلام ديالو، وزادوا في الطغيان ديالهم، وزادوا في الفساد ديال الارض، وزادوا العباده ديال الاصنام. حاول معاهم دائما تيقول لهم راه داك الطريق اللي غادي فيها خايبه، يلا وتمشيو تعبدوا الله سبحانه وتعالى بوحديته. ولكن هما تيقول له سير انت يا افقر الناس، وتتعيرنا الالهه ديالنا، واش انت شنو بغيتي؟ واش بغيتي نعطيوك شي حاجه؟ الفلوس؟ بغيتي نعطوك السلطه باش انك تسكت ما تبقاش تعير الالهه ديالنا؟ قال لهم هود عليه السلام لا، انا ما باغي منكم لا شكر، ما باغي منكم حتى شي حاجه، انا باغيكم فقط انكم تخليوا الاصنام وتخليوا ديك العباده ديال الحجر، وترجعوا الله سبحانه وتعالى لانه احق بالعباده، هو اللي خلقكم، هو اللي يدير لكم كل شيء، هو اللي تيمنع عليكم الشر، هو اللي تيعطيكم الخير. ولكن هما بقاو تيقولوا له انت حماق، انت كذاب، والالهه ديالنا راه انتقمت منك وحيداتك العقل، داكشي علاش دابا تتهضر وتتقول هكذا. قال لهم هود عليه السلام انا تنتحداكم، الا بغات هاد الالهه تاديني او لا دير لي شي حاجه خايبه خليوها دير ليا، ولكن انا راه انايا قلت لكم داكشي اللي الله سبحانه وتعالى كلفني به، وقال لي خصني نبلغ هذه الرساله ديال انكم تحيدوا من طريق الظلام، طريق الجهل، وترجعوا للطريق المستقيم. ولكن ما سمعتوش الكلام، اذا ما عليكم الا تنتظروا العذاب ديال الله سبحانه وتعالى. وانا راه ما باغي حتى شي حاجه، انا ما باغي لا شكر منكم، وما باغي حتى شي حاجه، والله قادر عليكم باش غادي يدير لكم العذاب اللي تستحقوه.
وقالوا ليه حنا ما تنامنوش بالله ديالك وما غاداش نتخلاو على الاصنام ديالنا ونتحداوك دير لنا شي حاجه صافا سير دير اللي بغيتي حنايا عارفينك ما غادا تقدر دير حتى شي حاجه. قالوا له صافي حتى حنا تنتحداوك حتى حنايا غنتسناو هذا العذاب وحنا عارفين بان العذاب ما غادي يجيناش كاع من الله. حنايا عندنا الالهه ديالنا حنا تنسجدوها وحنا اللي تنعبدوها وتنشكروها ولكن ما حنا ما تنعرفو حتى شي حاجه اخرى من غير الالهه ديالنا اللي حنا سجدناها. فقال لهم هود عليه السلام انا يعني عييت ما ننصحكم وعييت ما نقدم لكم يعني يعني الطريق اللي مزيان ولكن ما بغيتوش تبعوني، المهم انتظروا المصير ديالكم. فالله سبحانه وتعالى هذيك الارض اللي كانت خصبه، هذيك العيون اللي كانت دائما فيها المياه، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الجفاف. ما معنى الجفاف؟ ان الارض ولات بحال يعني جفات، ولات ما بقى فيهاش ما بقاتش العيون كاع، ما بقاتش مهما ما غاداش يكون المياه يعني الارض ما غاداش تشرب، ما غاداش النباتات يعني تشرب، ما غاداش يمكن ان الاشجار تنبت، يعني كل شيء ولا الاشجار ولات صفراء، ما بقى فيها لا ثمار، ما بقى لا زرع، ما بقى لا عشب، ما بقى حتى شي حاجه. العيون والانهار ما بقى جفات، ما بقاش فيها الماء، نشفات الارض ولات يعني بحال شيء بحال شي خشبه، يعني ما فيهاش شي حاجه سميتها الرطوبه، ما فيهاش شي حاجه اللي يمكن ان نقولوا هاد الارض يمكن انها تحيا مره اخرى، انها تعطي النباتات مره اخرى. الارض ولات ميته ياك، لكن هما ما رغم ذلك ما رجعوش الله سبحانه وتعالى وطلبوا منه المغفره ورجعوا على الطريق ديالهم، لا بقاو تيطلبوا من الالهه ديالهم باش انها تنزل عليهم المطر، باش انها هي تعطيهم الخيرات، وما فكروش بان راه الالهه ديالهم ما تتهضرش وما تتكلمش وما غاداش تنفعهم وما غاداش تحيد عليهم الضر. المهم بقاو على ديك الحال هكذايا. واحد النهار وهما يشوفوا واحد السحابه كانت سوداء في السماء، وهما فرحوا ديك الساعات وقالوا ها الالهه ديالنا غادا تنزل علينا الشتاء، وبطبيعه الحال نزلت الشتاء، الارض غادا تروى والارض غادا تشرب ومن بعد النباتات غادا تطلع، ولكن كانوا خاطئين. هذيك ما كانتش السحابه ديال المطر، وانما هذيك كانت جايه ماشي بالخير، كانت جايه لانها غادا تعذبهم، كانت هذيك السحابه سوداء، ولكن هذيك السحابه تحولت لواحد الريح قويه 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 تتهرس اي حاجه جات قدامها. والقوم ديال عاد شنو داروا؟ حيت شافوا ديك الرياح بزاف وشافوا ان ديك الريح اي حاجه جات قدامها تتكسرها، اي حاجه جات قدامها تتحطمها. هما شنو قالوا؟ نمشيو نهربوا للقصور ديالنا ونهربوا للديور ديالنا باش اننا نجاو من هذا الشيء. ولكن ما عرفوش بان ديك الرياح بقات 7 ديال الليالي وهي خدامه 8 ديال الايام، يعني 7 ديال يعني 7 ديال الليل، والى حسبنا بالنهار غادي تكون 8 ديال النهارات. هاد الريح كانت قاتله ما خلات حتى شي حاجه، يعني كل شيء ولا قديم، كل شيء يعني اي حاجه مرات به هلكات كل شيء، الارض هلكات كل شيء. ولكن هما شنو داروا؟ تخبعوا في الديور، ولكن الريح وصلت لعندهم حتى فين ما كانوا، يعني ما نجاوش من هذا العقاب الله سبحانه وتعالى. وشنو كيولاو هما؟ ولاو الاجسام ديالهم يعني ديك الاجسام ديالهم ولا دايره بحال شي الجذع ديال النخل اللي ميت، يعني تيتفتت، يعني اي حاجه تقيسيها بحال هكذا كل شيء تيتفتت. يعني الا قصت ديك الناس اللي كانوا اللي صابهم ديك الرياح، الا قصتيهم هاد الناس الكفار اللي ما امنوش بهود عليه السلام، الا قصناهم تيوليو بحال الرماد، يعني تيتفتتوا لانهم ولاو بحال جذوع ديال النخل اللي ميته. وهود عليه السلام والناس اللي امنوا معاه ربي نجاهم ديك الهلاك ونجاهم ديك العذاب. وصلنا حبايبي الصغار للنهايه ديال القصه اللي كانت شيقه بزاف وخدينا منها بزاف ديال الموعظه والعبره. ان شاء الله نتلاقاو مع قصه اخرى ونبي اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنساوش الاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش والدق على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبايبي الصغار.